مرحبا بكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم وما كنتم في حلقه اخرى من تونس الاقتصاديه اليوم 18 ديسمبر 2023. اينما كنتم اهلا وسهلا بكم وشكرا على اختياركم متابعتنا ساعه من زمان. طبعا قبل الاخبار على الوطنيه الاولى كالعاده لا تقتنع عاده، في الجزء الثاني باش نحكيو دائما على المجالس، انتخابات المجالس المحليه، وطبعا تركيزنا اليوم باش يكون على ولايتين اخرين، ولايه بنزرت من الاقليم الاول وولايه نابل من الاقليم الثاني. الولايات هذه شنو عندها من نقاط قوة في مجال التنمية وماذا تحتاج طبعا من مشاريع تنموية أو أولوية لهذه الولايات. الجزء الأول يكون مع موضوع اقتصادي، اليوم اخترنا باش نحكيه على صناعة الورق في تونس. الحقيقة هي صناعة الورق تشهد أزمة في العالم مش فقط في تونس، ولكن على الأقل في تونس ربما نجم نحكيه لأنه معمل الحلفاء يغطي نسبة كبيرة من السوق متاعنا الداخلية وصارت فيه مشاكل كبيرة وتعطل أكثر من مرة، فربما هناك مشكل حقيقي في إيجاد الورق أو صناعة الورقة في تونس، وهو موضوعنا في الجزء الأول. سعيد جدا بوجودهم معايا دائما خبراء البرنامج على يميني محمد صالح العايري، أهلا وسهلا بك. مرحبا وشكرا. مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بك. وعلى يساري مهر قعيدة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم كل. والحمد لله. شنو انطباعكم بالمطر صابت اليوم وربع تأخير في كلمة؟ لا هذا أنا كنت ديما متفائل وقلت تونس هك نسبة نمو 2.1 و3%، قلت كان ربي يعطي خيره وينوب علينا بالغيث النافع بقدرة ربي نحقق نسب النمو اللي كانت تعتبر طموحة إلى بعد الحدود. إن شاء الله نعلمك إن شاء الله أنه حسب التوقعات الجوية باش تتوسروا على مدى أسبوع إن شاء الله، وجعلنا من الماء كل شيء حياء. الحمد أنا لله. هذه نعمة مع عند ربي، وهك شوف الضحكة رجعت للتواصل كله. الحمد لله. الحمد لله فعلا، ربي يعطي خير والحمد لله. يلا خلينا نمشيو مع هذا التقرير. قعدت هنا نادي رتيبي على معمل عجين الحلفاء والورق بالقصرين، هذا الروبورتاج، ثم نعود للحديث والنقاش حول صناعة الورق في تونس. انطلقت الشركة منذ أحداثها بتثمين مادة الحلفاء وتمكنت على مدى سنوات من توفير 30,000 طن من عجين الحلفاء، وكانت الشركة الوطنية الوحيدة التي تنتج الورق وطنيا، وتضم 5 وحدات منها وحدة إنتاج الورق ووحدة إنتاج شمع الحلفاء ووحدة الورق اللاصقة ووحدة عجين الحلفاء ووحدة المواد الكيميائية. صحيح الحلفاء موجودة في ولاية قصرين وموجوده في الجزائر وفي المغرب وفي اسبانيا، ولكن في تونس يقع تثمينها. يعني الدوله حاليا الوحيده وحتى اليبوك هي معناها ولايه القصرين اللي تنتج في عجين الحلفه وتصدر فيه لبرا. القصرين هي الوحيده اللي تنتج ورق المدرسي، ورق المخصص لطباعه الكتاب والكراس المدرسي، الوحيده في تونس، والناس حتى الورق انواع اخرى من الورق. مؤسسة لها دور اقتصادي واجتماعي هام جهويا وإقليميا ووطنيا، إلا أن تقادم معداتها واهترائها وتراكم ديونها جعلها تفقد توازنها وتغلق وحدات الإنتاج فيها. بالنسبة لخط إنتاج الحلف حاليا متوقف خط المعدات قديمة وتوقفت، هي مش من تو، توقفت من 2020. حاليا 769 موظف شغل في بصفة مباشرة. دور تنموي في على تياق الجهة، كما عندها دور معناها في الفاعل الاقتصادي في كدولة كتونس، خاصة نحن في الشركة مختصين في صناعة عجين الحلفاء. وبعد سنوات من الركود الذي فرض على الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بدأت الروح تعود تدريجيا إلى الشركة، وتمكنت بفضل كفاءاتها ودعمها بالمواد الأولية من الألياف الطويلة والقصيرة من تأمين الكراس والكتاب المدرسية وتحقيق عائدات لفائدة الشركة لم تحقق منذ 10 سنوات، مداخيل قدرت ب 27 مليون دينار. قوة مقدور عليها النجم نسترجعها باعتماد معناها استثمارات عاجلة واستثمارات على معناها طويلة المدى. قمنا بإيجاد الحلول الكفيلة باش ترجعنا معناها للسوق بقدرة تنافسية قوية وبجودة عالية. وتخضع الشركة حاليا إلى عمليات صيانة لمعداتها المهترئة على أمل أن تظفر بالدعم لتأمين العودة المدرسية القادمة وتوفير الورق المدرسية. السنة وقت اللي أنتجنا الورق المعد لصناعة الكتاب المدرسي معناها الحرفاء كانوا معناها ساتيسفي بالمنتوج بتاعنا وما ثمش تشكيات
وبالعكس معناها توفرت العناوين كلها في وقتها. واليوم معنا عرضنا عدينا يعني حضرنا برنامج على الهيكله وبعثناه للوزاره وبيسدد تو الاعداد الصيغه النهائيه سيتم عرضها عن قريب على الانظار المجلس الجاري. برنامجنا يضم اربعه محاور اساسيه وهي اعاده الهيكله الماليه وجدوله الديون وتجديد المعدات والتقاعد الاختياريه والحوكمه الرشيده. شكرا لك نادي على هذا التقرير. خلينا نبدا معك ماهر. علاش ديما هالمشاريع هذه والمؤسسات اللي تكاد تكون وحيده مونوبول في تونس وهي مؤسسات مهمه كيما الفوسفات في قفصة، الفولاذ في بنزرت، عجين الورق والحلفاء في القصرين، علاش هذه الشركات اللي الحقيقه كانت منجه والناتج نتاعها ممتاز نوصلوا نتعداو بصعوبات الى ان نوصلوا الى وضعيه تتطلب اعاده هيكله وجدول الديون وبرنامج اصلاح؟ علاش؟ شوف الاقتصاد كيما فماش منافسه الناس تولي تتركز وتخلق بيئه كامله اللي هي تتمعش بالمؤسسه هذيك لين المؤسسه هذيك ماش تقدر باش تنتج وتكون مربحه كيما في المؤسسات اللي هي في حاله تنافس. يا ريت كان جينا نعملوا معدات اخرى اللي ننوعوا انتاج الحلفه راهو في تونس بتنجم تقول كازي مونوبول مونديال ما بين بعض الدول خاطر الحلفه ما تنبتش في الدول الكل. ويا ريت كان معناها ان نطوروا المنتوج ما عادش نخصوه كان في عجين الورق والورق، لكن في منتوج اخر مثلا في ورق النقديه ينجم يكون فيها امكانيات النجم معناها ننجو فيه معناها الالياف نتاعها نجم نستعملوها لللباس، نجم نستعملوها للاكسسوار دو مود للموضه، نجم نستعملوها لي برودوي ديكوراسيون، نستعملوها حتى في باش نصنعوا معدات المنزليه، نجم نستعملوها في لي برودوي تكنيك معناها مثلا نجم البعض يقول حتى في لي جيلي باربال عندها دي بروبريتي عندها معناها في لي ماتيريو دو كونستركسيون باش نعمل ليزولاسيون نتاعها. يا ريت كان مع المعمل هذاك نخلقوا وحدات اخرى باش ننوعوا المنتوج ونقويوا في القيمه المضافه نتاع المنتوج هذا وعنده معناها دي بروبريتي اكسترا اوردينير نجم نقولوا معناها لي ساكادو ديغابل معناها لي فلتر اير معناها المنتوج نتاع لي فلتر اير ينجم يكون حاجه نوعوا بها المنتوج نتاعنا. شكون هما باش معناها يظهر لي لازم زاد الولايه تطرح المواضيع هذه والاقتراحات هذه للشباب نتاعها ورجال ونساء القصرين قادرين باش يعملوا وحدات اخرى والمنتوج هذا عنده رواج عالمي كبير نجم نصدروا منه برشا بتتر نجم نقولوا اللي يردوا بالنا من التلوث اللي معناها الوحدات هذه تنجم تنتج تلوث كبير ماذا بينا الوحده هذه تخرج من المدينه وتمشي في منطقه صناعيه اخرى مخصصه لها ونخاف وردوا بالنا على الانعكاسات نتاعها على البيئه اما هي عندها طاقه معناها تاع تشغيل اكبر برشا من اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه اليوم والمعدات ماك تعرف قدموا والصيانه نتاعها ما صارتش في الوقت والامكانيات والميزانيات ما توفرتش هكا علاش قاعده تظل معطله المؤسسه بعض الاشهر والسنوات وما تنساوش زاده فما لوبيات نجم تدخل سورتو لتوريد الورق والواحد هذا الكل يظل توا المؤسسه بدات تتعافى وان شاء الله نخلقوا كما قلت لكم وحدات اخرى وقدرات اخرى للجهه اللي هي عندها مؤهلات كبرى في الموضوع هذا. هو بالنسبة للوقت الحالي تخدم ما يقارب 900 عامل بشكل مباشر وأكثر من 4000 موطن شغل بشكل غير مباشر. كيف سمعنا سي مجاهد رئيس المدير العام محمد صالح العاير يقول أنه المعدات قديمة ويلزم يشريوا معدات جديدة. سمحني إذا كان وحدة صناعة الورق معداتها قديمه فالوحدات اللي تحكي عليها ماهر ما انا قداش تتطلب فلوس وميزانيه لاحداثها. هوني نرجع تو نحكيو زاد على وضعيه المعمل كوضعيه محمد صالح العياري جدوله الديون نتاعو والازمه الماليه اللي هو فيها الى جانب الطبيعه المشاكل الاجتماعيه اللي صارت فيه. شكرا. هو الشركه بالطبيعه هذه تم احداثها منذ سنه 1980 وكان عندها دور كبير خاصه في الجهات الداخليه القديمه فما معمل كبير اللي هو هز الحمل. صحيح. خلق مواطن شغل الاشكال فين نقول لك انا تولي قالوا سي ماهر التنافسيه في العالم الكل هذيك عندها تاثير ايجابي معناها باش واحد يقدم اكثر واحسن ما عنده ولكن هذا ما يمنعش مؤسسه عموميه كتحط لها انت مسؤولين راهو الاشكال الكبير اللي اليوم في المؤسسات العموميه بصفه عامه ذكرت منهم انت زيدهم التبغ والوقيد هذوما المشكله نتاع سوء تصرف معروف هذا
والحاجة الثانية تلقاه مرات مضغوط عليهم في الجهات الداخلية لخلق مواطن شغل إضافية، تلقى السيد كذا والآخر تكلم من جهة أخرى، رأوا القدرة متاع المؤسسة ما تتحملش باش ننتدبوا أكثر عدد من العدد المعقول، يقولوا لا التدخلات هذيك المأسول مسؤول اللي هو تابع بالطبيعة، خاصة في وقت سابق كان حزب الحاكم، وفي مرحلة ثانية فما معناها لوبيات اللي تكونت بصفة كبيرة ولا تتحكم معناها في مفاصل الاقتصاد متاع البلاد. وبالتالي أنا نقول الفساد الذي يستشرى سوء التصرف، وزدتهم أنا معناها الانتدابات الهامشية وغير معناها مبرمجة وغير مدروسة بصفة علمية، هذاك أثر تأثيرا سلبا على المردودية متاع المؤسسات العمومية. وإلا بربي أنت عندك شركة تنتج في عجين الحلفاء اللي هو مطلوب داخليا ومطلوب خارجيا، كانت تنجم تتطور الشركة هذه وتولي تصدر في عجين الحلفاء للخارج، وتولي عندنا موارد متأتية من الخارج بالعملة الأجنبية. أنا نقول خسارة كبيرة اليوم لبلادنا، عندنا مؤسسات عمومية هامة رو في وقت من الأوقات كانت تضر على ميزانية الدولة مداخيل جبائية هامة وكانت رابحة رو، وبعد ولات الدولة هي اللي تتحمل العبء تاع المؤسسات هذه وتدخلها الأموال من ميزانية الدولة اللي هي ميزانية بطبيعتها في حاجة ملحة إلى موارد إضافية. لهنا تخلقت الإشكالية الكبيرة شنو نعملوا لهم المؤسسات العمومية هذوما، وذاك علاش جينا في وقت من الأوقات هل المؤسسات العمومية كيفاش نعملوا لهم، ندرسوهم حالة بحالة، النجم نفوتوا فيهم ما نفوتوش فيهم؟ ماشي سهلة راهو تجي شركة كما الحلفة في القصرين وتقول أنا باش نفوت فيها بين عشية وضحاها، ماشي سهل، يلزمها دراسة معمقة، إعادة الهيكل نتاعها، وإذا كان وقفت على ساقها فهي حبذا خاطر هي باش تكون ممول أساسي لميزانية الدولة وخلق مواطن شغل في جهات نائية ومهمشة. طيب احنا حكينا بالاساس عليها هي حتى للسادة المشاهدين باش يفهمونا، لانه تغطي نسبة كبيرة من حاجيات السوق الداخلية بالضبط وحتى تصدر، ولكن ايضا فما بعض الشركات الاخرى الخواص، علاش فما دخول محتشم ولا تقريبا وكانه منعدم لصناعة الورق في تونس؟ ها نقول لك انا فما تونيزي بيبر كومباني، فما سوتيو بابي، فما شركات لصناعة الورق في تونس، لكن علاش القطاع هذا وانت قلت مواعد معنا وعندنا الحلفة في تونس اللي مش موجودة في دول اخرى، علاش الخواص ما يستثمروش فيه مثلا؟ يظل لي على خاطر زيد معنا حجم الاستثمارات لازم استثمارات كبرى فيه، وزيد ما يظل لي منش قاعدين احنا نوظفوا كما يلزم، معناها قعدنا في صناعات بالفكرة التقليدية ما طورناش، ما شفناش العالم شنو حاجيات وشنو إمكانياتنا. فما إمكانيات واردة وموجودة في عجين الحلفة في عوض نصدروه كما هو كعجين حلفة، فما إمكانيات باش نعم باش نشجعه القطاع الخاص باش ياخذ الكلام اللي كنت نحكي فيه أنا ويعمل منه صناعات ومنطقة صناعية ومراكز بحوث معناها مخصصه في الموضوع هذا اللي معناها حتى لتوني دو سبور مثلا نجم تعمل اندستري دو توني دو سبور على خاطر الفيبر هذيك من مشتقات تشرب العرق وتشرب معناها معناها اللي عندها دي بروبريتي ميكانيك اكسترورديينير، هذه الكل لازم ننظروا للفيبر هذيك ما عادش بالنظره التقليديه انا نصنع في الورق خاصه البابي اوفسيت مثلا الورق هذوما حاجه خطره، فما سوق كبير لهذا اما فما امكانيات اخرى، علاش مثلا العجين الحلفة ولا الفيبر نتاع الحلفة الالياف نتاع الحلفة ما استعملوهاش باش نصنعوا النسيج، النسيج المختص مثلا في صناعات معناها في الميدان مثلا معناها المجال البناء مثلا اللي فيه معناها دي بيرسبكتيف اكسترا اوردينير، هذا بالنسبه لي انا نشوفوا احنا يسير ان بيرو ديتود يقول لنا هاو القدرات نتاع الفيبر اوبتيك. الحقيقة انا سالت الانتليجنس ارتيفيسيال قلت له بالنسبه للفيبر اوبتيك شنو جاوبتني، قالت لي يا سيدي بالسيدي، قالت لي بالحرف الواحد هاو لي فيتمون اكسسوار دو مود، معناها قالت لي دي برودوي تكنيك فيبر الفا بيتيتر يوتيليزي فابريكي دي برودوي تكنيك تيل كو لي فيلتر لي كومبوزيت اي دي ماتيريو دو كونستركسيون اي ابريسي دي بروبريتي دو ريزيستانس دورابيليتي اي دو بيو ديغرادي، معناها بيو ديغرادابل معناها ما يلوثش حاجه خارقه للعاده تنجم تستعملها، خاطر اليوم انت كي تعمل النسيج هذا، النسيج هذا يلوث وراه ماده كيميائيه وتترا، وقت اللي تستعمل الالياف هذه اللي هي طبيعيه تنقص من التلوث في البيئه نتاعك. دونك شوفوا واستثمروا وعندنا قدرات في الجهه اللي هي كما قال سي محمد صالح، هو مؤسستنا معناها العموميه هو كما قلت عامل كتلة الأجور كثرت عليها
معناها المردوديه نتاعها تحت بصفه مهوله، سوء التصرف، تعدد زاد المديرين، معناها كثره المديرين ادخل اخرج، الاهداف الاهداف المرصوده نتاع الثمانينات ما عادش الاهداف نتاع 2020، معناها كي تنوعوا لها الاهداف نتاعها وتوزعك اليد العامله في اهداف اخرى ومشاريع اخرى تلقى حلول. ما نفوتوش في المؤسسات العموميه نتاعنا، يسوفي جوست نبدلوا لهم اهدافهم اللي يواكبوا حاجيات الاقتصاد التونسي، وعندنا حاجيات كبرى راه وعندنا قدرات كبرى، اما باش نقعدوا ديما نسمعوا فرط حاجات خاطر تعلمناهم وجدودنا خدمناهم ولا ابائنا خدمناهم، الشباب لازم نعطيهم معناها قدرات اخرى. فما حاجات تدخل في التقليديه والصناعه التقليديه تنجم تقعد هذيك ما فيش نقاش. فما صناعه تقليديه، هو الصناعه التقليديه برك ديجا تخلق اسواق مهيئة. تخلق اسواق مهيئة، لكن مثلا فكره البي بي بي شراكه خاص عام ما تنجمش تنفع في مجال كيف ما هكا. نجم وقانون 2015 تم احداثه لهذا الغرض بالذات. المشكلة فين؟ ما فهمشك التكامل، فهمشك الرؤية واضحة، فهمشك النصوص التطبيقية المبسطة. وبربي تو تقول أنت مؤسسات كما هكا وتعاني مثلا مشاكل مالية، تي وين البنوك اللي يلزمها تدعم؟ خاصة القطاع العمومي يلزمها تدعمه. علاش؟ خاطر أنت كان تعاونه باش ياخذ معدات ويطور في الطاقة الإنتاجية نتاعو، بغدو البنك باش ترجع لها الأموال نتاعها، ولكنك المؤسسة العمومية هذيك ما نخسروهاش. وخاصة أنا نحكي على شركة الاستثمار ذات رأس مال، ذات رأس مال مخاطر بالعربية اللي سيكار. سيكار. تحنا سيكار. سيكار اي. ذات رأس مال سيكار. سيكار. اي سيكار. هذوكم تخلقوا راهو أساسا منذ سنة 1995 وكانوا عندهم امتيازات كبيرة وإلى يومنا هذا ياخذوا في الامتيازات، خاطر سيكاف فيكس والسيكاف فاريابل، نحينا لهم امتيازات جبائية عام 1995 وعطيناهم لسيكار. هذوما ذات رأس مال مخاطر. لغرض واضح وصريح هو لدعم الاستثمار وأخذ جزء ماك المخاطرة، اسمع على جسمها هي، ما تلقاهمش يمولوا في مشاريع كبيرة كما هكا. وثلاثة أنا نقول كما عملنا اليوم في الوظيفة العمومية، موقفنا الانتدابات ولا بضغط من صندوق النقد الدولي على خاطر كثرة الأجور مرتفعة، ينعملوا نفس الشيء في المؤسسات العمومية. توين أنت كتبدا كثرة الأجور مرتفعة وتنتدب عدد يفوق الطاقة الحقيقية نتاع المؤسسة العمومية، معناها باش تخسر هي. وبالتالي هذوما أنا يظهر لي عناصر أساسية يلزمنا نفكروا فيهم ويلزمنا نفرضهم بصفة فعلية باش غدوة المؤسسة العمومية تنجم تقف على ساقها، تخدم وتخلق مواطن شغل مش إضافية وهي ماشي قاعدة تنتج، تقوي في الإنتاج نتاعها وتصدر، تولي عندها طاقة كبيرة بصفة آلية ستقوم بانتدابات إضافية. الحاجة ممكن نحب نعرج عليها راهو الأثر البيئي، ما ننساوش هذوما الكل اللي قلناهم ايجابيات، فما راهو سلبيات. الاثر البيئي اللي هو عنده تاثير كبير على الطبيعه، انا حسب الدراسه معناها الشركه تقوم بالتصريف في المواد الملوثه في الهواء او في القنوات المائيه، وخاصه ما يسمى بالزئبق اللي هو عنده تاثير سلبي كبير على البيئه. وبالتالي احنا كنقولوا راهو نطوروا المؤسسه هذه باش غدوه تنهض وتكون عندها دور فعال على مستوى الجهوي، في نفس الوقت يلزمنا كل الاليات زاد الحديثه للحد اكثر ما يمكن من التلوث اللي هو عنده تاثير كبير على الماء، ويقول راهو معناها المائده المائيه في القصرين من اكبر المائده المائيه، غدوه باش تتاثر به المواد هذه معناها السامه، وفي نفس الوقت في الهواء دونك في باطن الارض وفوق الارض، وبالتالي لازمنا نحاول معالجه هذه المعضله باكثر ما يمكن من الوسائل الحديثه. لكن النقطه هذه نعم مطروحه في كل الولايات، مطروحه في صفاقس بدرجه اولى، مطروحه في بنزرت بدرجه اولى، هذيك المعضله هكا ولا مطروحه في قفصه من الفوسفات بدرجه أولى. سامحني من اذا نحكيوا على الصناعات الكبرى ولا الصناعات المعمليه اوتوماتيكمون باش تحكي على مساله التلوث البيئي ولازمك تقلل. هذه الاشكاليه يعني. وفما المحطات عاد لمعالجه المياه نصدروا في احسن حاجه منتوج لينا احنا ونخليه اشوى تلوث في بيئتنا، معناها احنا قيمه المنتوج اللي نبيعوا فيه راهو واطي برشا. كان تحط له قيمه التلوث اللي انت قاعد تخلي فيه في البيئه نتاعنا، حق انت تحط الدوله تحط قانون باش توظف معناها اداء ايكولوجي عالي تصدر فيه، خاطر انت الماده المائيه قاعد تضر فيها، قاعد تنقص منها، تستغل منها وتلوث فيها، البيئه تلوث فيها، وتبيع له احسن منتوج برق السوق. دونك احنا مهما يكون معناها الخواص ولا المؤسسات العموميه قاعدين نصدروا لها في الاعز منتوج نتاعنا الفوسفات. وانت تتحمل في التلوث، وانا نخلي التلوث مده 300 سنه 500 سنه في ارضي يلزم التخفيض فيها اكثر ما يمكن. وعندنا المحطات لمعالجه المياه المستعمله، وعندنا طرق اخرى للحد اكثر ما يمكن من التاثير على الهواء، هذا كيف لازم نستعملهم.
معنا نستغلوا الاستغلال الامثل للطاقات اللي عندنا في مستوى المؤسسات العموميه في الجهات الكل. كل جهه راك تقول شركه كذا، هذيك هي المشغل الرئيسي معناها نتاع اليد العامله، هذوما نحافظوا عليها، ولكن في نفس الوقت نطوروا. تفهم التكنولوجيات الحديثه اليوم، المال المالح يرجع حلو، والمال الملوث يرجع صافي، نستعملوهم الطرق هذوما الكل طرق حديثه للمحافظه بالطبيعه على ديمومه المؤسسات العموميه هذه من ناحيه، وفي نفس الوقت على المحافظه على البيئه المحيطه بهذه الشركه. طيب شكرا لكم. نتعداو للجزء الثاني اللي هو انتخابات المجالس المحليه، وكما قلت لكم اليوم باش نحكيو على ولايه بنزرت وولايه النابل. مباشره نمشيو للجينيريك. إذن انتخابات المجالس المحلية نهار 24 ديسمبر هو اليوم الموعود اللي باش يتم فيه انتخابات المجالس المحلية، وبناء عليه يتم بالطبيعة انتخابات المجالس الجهوية ثم مجلس الأقاليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات. كما تعودنا على التلفزيون في التلفزيون الوطنية نعديو ونعطيو فكرة على الولايات، نسلطوا الضوء على ولايات الجمهورية، نحاولوا قدر الإمكان بالطبيعة أن ناخذوا بعض الأمثلة المعتمديات لهذه الولايات لأنه ما نجموش نعديوهم الكل، ولكن شكر الحقيقة لبقية البرامج وللأخبار في التلفزيون الوطنية قدر الإمكان نحاولوا نغطيه أو نعطيه فكرة على أغلب معتمديات الجمهورية. اخترنا اليوم كيف ما قلت ولاية بنزرت من الإقليم الأول وولاية نابل من الإقليم الثاني، معتمدية منزل بورقيبة باش نحكيوا عليها في ولاية بنزرت، ومعتمدية إقليبيا باش نحكيوا عليها في ولاية نابل. خلينا نشوفوا بطاقة تعريف ولاية بنزرت، شنو ما نقاط القوة في هذه الولاية وشنو ما أهم الإشكالات في ولاية بنزرت. هذه ولاية بنزرت الحقيقة قلما تجتمع مثل هذه العوامل في ولاية واحدة، أن تكون سياحية فلاحية صناعية تقع على شريط على الشاطئ، معناها الحقيقة ثروة بحرية كبيرة، ثروة فلاحية كبيرة، حوض مائي ممتاز وهام جدا، فيها معامل كبرى، معمل الفولاذ، معمل تكرير النفط، معمل تكرير الزيوت. معناها ما نعتقدش أنه فما مبرر، فما مبرر، خلينا نبدا المره هذه محمد صالح على يعني ديما مساس نبدا بيك مبرر انه الولايه هذه ما تكونش عندها كل مقومات الثروه في بنزرت. اول حاجه الباهي اليوم الاختيار نابل وبنزرت حوالي 60 كيلومتر على العاصمه، صحيح، والاثنين على البحر، ولكن كي تجي معناها تتعمق تلقى اللي في ولايه نابل مشيت اكثر التقدم من الناحيه الفلاحيه والصناعيه والسياحيه، وخاصه السياحيه اكثر من ولايه بنزرت.
لهنا عدة اعتبارات. ممكن انا بصراحه نعتبر ولايه بنزرت قعدت منسيه شويه الحقيقه، ما خذتش حظها كما ينبغي، رغم اللي عندها معناها عديد من الميزات. انا بالبحث هذا اللي قمت به، اول حاجه سعانا اللي جلبت انتباهي بكونه ولايه بنزرت باقصى نقطه في القاره الافريقيه، هذه حاجه باهيه، اللي هي منطقه راس انجلة من معتمديه بنزرت الشماليه، هي اقصى نقطه في القاره الافريقيه، اقصى نقطه في القاره الافريقيه، معناها حاجه مميزه. وهذه كان غدو نعملوا لها هكا شويه في ماركتينغ تسويق وقلق، تو تولي تجلب السياح، هذه راهو اقصى نقطه في القاره الافريقيه. وين مشيت لمع نقطه في افريقيا. ايوا كي قعدت نتبع نلقى الانتاج الفلاحي نتاعها هام جدا، 45% معناها الانتاج القناريه في ولايه بنزرت، 20% من البقول الجافه، 17% من البطاطا، 15% من اللحوم الحمراء، 12% من الالبان، وبالتالي ما تسمى ثروه فلاحيه هامه موجوده في بنزرت. بالنسبه لولايه بنزرت مناطق سياحيه عندها صناعيه، عندها 244 مؤسسه صناعيه، تعتبر من اهم المناطق في الموازنة، من فئه 10 مواطن شغل تقريبا، توفر حوالي 49 الف مواطن شغل، منهم 156 شركه مصدره كليا. بجوريك اللي هي تستقطب العديد من الشركات، خاطر عندها الميناء نتاعها، هذيك الاسبقيه اللي عندها، وعشرة مناطق صناعيه تابعه لمعتمديه منزل جميل، اللي هي الحقيقه ماخذه اسبقيه في ولايه بنزرت، ومنطقه صناعيه متعدده الاختصاصات بعمادة العزيب، هذه بذات المعتمدية هي منزل جميل، عندها زوز مناطق معناها صناعية هامة جدا. بالنسبة للسياحة أقل درجة الحقيقة، تنقارنها بنابل عندي العدد 19 وحدة فندقية فقط، ولاية بنزرت 19 وحدة فندقية فقط، 3023 سرير، أقل برشة، تنشوفوها باش نعطيك الأرقام تاع نابل، أقل برشة مما يمثل معناها 1.2% 1.2 من الطاقة الإيوائية الوطنية، شوية شوية بالكل بالنسبة للولاية كولاية بنزرت. ها الشاطة والموقع الجغرافي معناها والتاريخ والحضارة اللي عاشتها بنزرت والتاريخ الحديث الحقيقة قاعدة ناقصة شوية. بالنسبة لي والبيئة لا ما تنسيش من البيئية، ما تعرف عندها الحديقة الوطنية بإشكل، وعندها غابات سجنان، والمحمية البحرية والساحلية والساحلية بجزيرة جالتا، وبالتالي معناها مناطق تاريخية هامة جدا. هذه وحدها كنا نركزوا عليها من ناحية سياحية باش تولي عندها مردود إيجابي كبير على الولاية ككل. ويؤمن الميناء التجاري بتاع بنزرت سنويا 20% من الحركة المينائية الوطنية، ميناء بتاع بنزرت بركة 20%، علاوة على قرب الولاية من مطار تونس قرطاج اللي هو 60 كيلومتر، ومطار طبرق اللي هو 90 كيلومتر، معناها في كل الحالات قريبة، حتى المطارات قريبة. وكذلك شبكة متطورة من الطرقات، أبرزها بتبيع طريق السيارة اللي تربط تونس البنزرت. حاجات أخرين أهم المؤشرات بتاع التنمية، ولكن فما حاجة اللي لهنا الحقيقة أنا صدمتني شوية، حسب مؤشر التنمية الجهوية والمحلية اللي تعمل لهذايا من قبل وزارة التنمية سابقا، تعتبر ولاية بنزرت في وضعية تنموية متوسطة بالمقارنة مع بقية الولايات. وباش نعطيك معناها حاجات ملموسة، مع وجود تباينات جهوية ومحلية حادة بين شرق وغرب الولاية، باش نعطيك بعض المعتمديات اللي اعتبروا هم متطورين برشا في بنزرت وقسمناهم. المرتبة الأولى الجهوية، شكون هم هذوما؟ معتمديات، حيث تأتي معتمدية منزل جميل في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى جهويا في ولاية بنزرت، و65 وطنيا، في حين تأتي معتمدية جميل مثلا في المرتبة 262، معناها ممكن من آخر معتمديات أنا حوالي 268، تصور 262 معناها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي. وبالتالي هناك تفاوت كبير بين المعتمديات في حد ذاتها التابعة لولاية بنزرت. الحاجة الأخرى اللي نجم أنا نقول لك عليها، عندهم إشكاليات كبيرة تعتمد تشترك فيها العمادات البلدية وغير البلدية بكامل الولاية التي يبلغ عددها 101 عمادة، باعتبار عمادة جزيرة جالتا غير الأهلة بالسكان، وهي ضعف تغطية حاجيات الجهة بأطباء الاختصاص والتجهيزات الطبية. تقول ولاية بنزرت
ما عندهاش معناها خطوتين على تونس. اي خطوتين على تونس وكانها معناها ولايه داخليه من الولايات نتاعنا المهمش. هذه كبسطه اولى ونرجعوا بعد الحديث. طيب انا فما ثلاث نقاط نذكرك بهم. قنطره بنزرت اللي هي مشكله حقيقيه بأتم معنى الكلمه الحقيقه. مارينا بنزرت المشروع اللي تو شاف النور، والميناء اللي هو يعتبر ميناء تقليدي الحقيقه أنا قديم. هذوما ثلاث نقاط اللي نحب نذكر بهم. باهي ما نساش خليني نحلم. اي انا نغوص ونصطاد. اي ومن اعز الجهات اللي نغوص فيهم هي الجهه نتاع بنزرت. كاب بلون، كاب نيغرو، كاب سيرات، كاب حمام، ريمال، كاب زبيب، حويشات، كيف عباد، رفراف، راس انجلا، جزيرة جالطا، جزر الخاين، لزيل فراتيلي، البيلو، لزيل كاني، عز بحورات وعز معناها اشطوط في العالم ومهذوم موجودين في الشيء في الشيء في الشيء هذيك. جي انت فرنسا علاش ما حابش تخرج من بنزرت؟ على الموقع الاستراتيجي نتاعها على لو كانال دو سيسي، على ديترو دو سيسي، اكبر ترافيك ماريتيم موجود في العالم موجود يتعدى قدامنا بحذا بنزرت. ما تعملش ميناء عميق في بنزرت علاش؟ انت عندك السكومينا وعندك البحيره الداخليه اللي هي محميه ما تستغلهاش كما يلزم. على القليله باش تعمل مانتونس معناها صيانه الباتوات اللي متعدي، تعمل اون اندستري مختصه هذيك. معناها ماذا بينا احنا الشباب نوجهوه للاختصاص هذا في الاندستري نافال ميليتير وسيفي، معناها في النطاق العسكري وفي النطاق معناها الميداني المدني. علاش؟ على خاطر فما موقع استراتيجي ويريد كانك البحيره الداخليه نستغلوها مثلا بوغ ان توريزم ايكولوجيك باش نحميوها اول حاجه. وثاني حاجه ما فماش بلاد راهو عندها بحر داخلي وعندها معناها بحيره ما تعملش فيها ان توريزم تاع شالي، ان توريزم تاع معناها سيدي نعملوا سبور اكواتيك، نعملوا معناها رياضه نتاع على الشواطئ على المياه هذيكم. تنجم تعمل انت تخلق دي كلوب دو بلونجي في الجهه هذيك اللي هي راهو يجيبوا برشا سياح. تنجم تعمل زاده انت معناها نعملوا دي ريشيرش اوسيانوغرافيك مثلا، نجموا احنا كيفما بعض لي زالغ كي ننجوهم في البحر ونجموا نكريو اكتارات هكا لي زالغ هذوك نجموا نصنعوا منهم الطاقه معناها دي بيو كاربورون. نجموا نعملوا اول ثاني حاجه معناها التوريزم ايكولوجيك. الجهه هذيك لازمها نوجهوا لها السياحه مش السياحه التقليديه، لازمها السياحه البيئيه بامتياز. ولازمنا ننهضوا بالجهه هذيك على خاطر زاد عندها دي سيت اركيولوجيك اللي هما في خطر مهدين ولازمنا نحميوهم، واللي احنا اليوم لما حاله مسيبين وما ناش واحد. وسيرتو امانكم يا اهل بنزرت، راهو عندكم الشريط الساحلي في خطر، فما مضاربه وفما معناها اليوم قاعدين مشكله نتاع الاراضي كبيره برشا برشا برشا، والشطوط الكل قاعده تتباع وقاعده معناها قاعده تتهلك، وفما معناها زحف المياه نتاع البحر. اليوم لازمنا نردوا بالنا على خاطر اذا كان بالضغط اللي موجود نتاع السكان اللي قاعدين ناكلوا في الاراضي الفلاحيه، وقاعدين الضغط نتاع التلوث اللي قاعد بصفه مهوله في 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 بنزرت، هذيك وقت اللي هي معناها حقها تكون من احسن الجهات في تونس. الى جانب ما قالوا ديما نحب نذكر بنقطتين اللي هما نقطتين معناها عناوين كبرى في بنزرت. معمل الفولاذ، معمل الفولاذ في بنزرت اللي اليوم الحقيقه يمر بمشاكل كبيره برشا، ومعمل الاسمنت زاد في احنا نعرفوا تقريبا هو الى جانب الطبيعه اسمنت كارتاج ويذول لي منعش هما اللي يزودوا في السوق التونسي، يمولوا في السوق التونسي. والقنطره بتاع بنزرت اللي كيف انسان معناها يبدا معناها ماشي جاي بين تونس وبنزرت ولا يخرج منها باش يلقى مشكل حقيقي. انا صدنا 800 مليار مليون دينار في قنطره بنزرت، والانجازات بدات في تغيير القنطره ولا في اصلاحها؟ لا القنطره صحيح يظهر لي الدراسات تموا دراسات هذيك نعرفوها، ودينا يظهر لي الانجاز بدا في طول الانجاز. اي علاش معمل الفولاذ واسمنت بنزرت علاش في مشاكل هذوما؟ شوف هذه الاشكال تو اللي طرحناه في المؤسسات العموميه الاخرى كما كنا نحكيو على القصرين تو نفس الاشكال. معامل كبيره كما هكا معناها تولي تلبي الحاجات الداخليه نتاع البلاد
ونصدروا عنا قدرات كبيرة مع المعامل هذه والمؤسسات العمومية اللي تخلقت في وقت من الأوقات. معناها أنا الحقيقة نقعد مستغرب كيفاش عنا ثروات كما هكا نسلموا فيها وتدخل في متاهات متاع صعوبات اقتصادية، في حين أنه كان بالإمكان تطوير هالصناعات هذه باش تعطي معناها الحاجيات الداخلية لسوق الداخلية، ولكن في نفس الوقت وهذا أهم عندي أنا نجم نصدر وندخل العملة الصعبة بمقادير هامة. معناها أنا نحب والله نحب نعرج هذا الحاجة هامة في بنزرت تو شو علاش قلت لك الفخار في نابل من جهه اخرى فخار وسجنان وسجنان من جهه اخرى عالم كيفاش هو مقيد تو فخار سجنان في اي ها قلت هذه المعلومه اللي انا التراث العالمي اي معناها 11 معلم اثريين وصناعات تقليديه اشتهرت بها الجهه، منها الفخار البربري بسجنان واللي هو تم ادراج عنصر المعارف والمهارات المرتبطه بفخار نساء سجنان الى القائمه التمثيلي للتراث الثقافي اللامادي في اليونسكو. معنى عندك حاجات كما هكا تسخر بها الجهة والحقيقة ما خدتش حظها كما ينبغي. طيب خلينا نمشي للمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت ونشوفوا شنو من الإشكالات المطروحة في هذه المعتمدية. تقع معتمدية منزل بورقيبة في الوسط الشرقي لولاية بنزرت. تبلغ مساحة معتمدية منزل بورقيبة 121.58 كيلومتر مربع. عدد عمادات معتمدية منزل بورقيبة 8، المدينة حي الثورة، النجاح 1، النجاح 2، قبطنا 1، قبطنا 2، حي الحدائق وأشلاغ 100، وتعد بلدية واحدة وهي منزل بورقيبة. يقدر عدد سكانها ب 66,522 نسمة. على الصعيد الفلاحي تبلغ مساحة الأراضي المحروثة 9,600 هكتار، بينما تبلغ الأراضي غير الصالحة للزراعة 1,425 هكتارا. وتضم معتمدية منزل بورقيبة 30 هكتارا من المساحات السقوية العمومية و 200 هكتار من المساحات السقوية الخاصة. تحتوي سدا جبليا واحدا بطاقة تخزين جملية تقدر ب 860,000 متر مكعب. توجد بمعتمدية منزل بورقيبة منطقة صناعية واحدة، وحسب إحصائيات سنة 21 و2000 فإن عدد المؤسسات الصناعية يبلغ 21 مؤسسة تشغل 4,245 عاملا، منها 14 مؤسسة مصدرة كليا. ممتاز. طيب الغالب يداهمنا الوقت باش نتعداو الى ولايه نابل وتاخذ نفس الحظ ونفس الحق في 5 ثواني. سؤال العاده، شنو هو الملف الاولويه بالنسبه لك؟ اول ملف، ملف واحد، ملف اولويه بالنسبه لبنزرت. اي قعدت بين السياح والفلاح، خاطر عندها فلاحه متطوره نقولوا هذيك ممكن مربوطه بالمناخ وبالغيث النافع لغير ذلك. انا نقول بنزرت تنجم تطور النشاط السياحي أكثر بكثير مما هي عليه الآن. ماهر، ملف الأولوية. البيئة وما أدرك البيئة في بنزرت في خطر. بالنسبة لي أنا لازم استثمارات ونحميه الشريط الساحلي متاعنا وسرتو نحميه غاباتنا اللي هما قاعدين ماشيين. صارت عملية مراقبة كبيرة من السلطات الجوية من الوالي، وصلت حتى لهدم بعض الفيلات اللي تبنات بشكل لكن الشيء راه متواصل، ما تنساش البني العشوائي اللي قاعد صاير وقاعد يمشي على الأراضي الفلاحية ويمشي على الغابات ويمشي على الشريط الساحلي. ولا حياة اللي من تنادي لازمنا نوقفوا هالنزيف هذا على خاطر البيئة هذيك لولادنا مش لينا احنا. طيب نمشي لولاية نابل، وهذه بطاقة تعريف ولاية نابل.
كيف كيف ولايه نابل عندها مقومات كبيره تخليها من الولايات اللي فعلا معناها تنجم تخلق ثروه كبيره برشا ويكون عندها دور كبير في الاقليم اللي هي فيه. سامحوني خلينا نمشي مباشره لمعتمديه ليبيا لانه هي تعطينا فكره على بقيه معتمديات ولايه نابل ثم نعود بطبيعه للحديث. تقع معتمدية ليبيا في ولاية نابل في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، وتبلغ مساحتها الجملية حوالي 13,000 هكتار، ويمسح فضاؤها البلدي 1,100 هكتار، ويقطنها 62,646 ساكنا، يتضاعف عددهم في فصل الصيف بفضل السياحة الداخلية، وبها بلديتان ليبيا وأزمور وخمس عمادات وهي وادي الخطف، ملول، أزمور، ليبيا الشرقية وليبيا الغربية. وتعتبر ليبيا من أبرز الأقطاب التنموية بولاية نابل نظرا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يتوفر على عدة مقومات جغرافية وتاريخية وبشرية تجعل منها مركز إشعاع جهوي ووطني، فهي ثالث مدينة في الوطن القبلي بعد نابل والحمامات. ويتمركز ميناؤها في الجهة الشمالية منها حيث يحتل موقعا استراتيجيا هاما باعتباره نقطة تربط القارة الأفريقية بأوروبا. ويعتبر ميناء ليبيا من أهم الموانئ التونسية بأسطوله الذي يضم 159 مركب صيد بحري. ويصل معدل الإنتاج السنوي من السمك في الجهة 67% على المستوى الجهوي، 70% منه من السمك الأزرق، وبذلك يحتل ميناء ليبيا المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج السمك الأزرق. وتمسح منطقتها الصناعية 10.7 هكتارات وفيها خاصة الصناعات التحويلية، وهي تحتوي على 32 وحدة منها 18 وحدة للملابس الجاهزة و10 وحدات للصناعات الغذائية كتصبير السمك الأزرق وتحويل الطماطم والهريسة. وتعتبر معتمدية ليبيا وجهة سياحية بامتياز، ويشمل نشاطها السياحي 5 فنادق سياحية و5 دور ضيافة و4 مطاعم سياحية مصنفة. طيب خلينا نبدأ معك ماهر، ما لها وما عليها نقاط القوة في ولاية نابل تعتبرها نقاط قوة ممكن العمل عليها، وشنو النقاط اللي لازمنا ننتبه لها؟ ولاية نابل ما نساوش اللي ولاية كبيرة، فيها قربص، فيها الهوارية، فيها ليبيا، فيها نابل، فيها حمامات، فيها حمامات جنوبية، معناها عندها مؤهلات كبيرة كبيرة جدا، وهي تمثل إلا 4% من الأراضي الفلاحية، ورغم هذا تمثل 15% من الإنتاج الفلاحي التونسي. معناها ويمكن 97% من الفراولة اللي ناكلوا فيها في تونس جاية من ولاية نابل من القربة، والقوارص 73% تمثل، والتوابل 90%، معناها عندها قدرات فلاحية كبرى، وخاصة قدرات سياحية. وما أدراك ما السياحة في نابل، بين نابل والحمامات ليبيا وليبيا، رغم اللي ليبيا ما المعمورة زادة شوية حظها والمعمورة ما خذتش حظها. سرتو أنا ماذا بيا نلفت الانتباه على قربص. قربص وما أدراك ما قربص، اللي هي المياه نتاعها المعدنية نتاعها ماهيش قاعدين، جوفية نتاعها ماهيش قاعدين يستغلوا فيها. المياه تتلوح في البحر. الرومان كي جاوا هنا عملوا لي فريجيداريوم، لي كال داريوم ولي تيبي داريوم، معناها دي بيسين ناتورال، يجيبوا لهم الماء من الزغوان باش يخلقوا هذا. احنا المياه هذيك علاش ما نعملوش بها معناها مسابح كبرى للسياح، ونعملوا فيها معناها سياحه خاصه بالمياه هذيا. يا ريت نطوروا قربص وما ادراك ما قربص. فما زاد الهواريه تفتقد المؤسسات، معناها اي مرافقه السياحه مفقوده. حمام الغزاز وما ادراك ما حمام الغزاز، من اعز الشطوط واعز المياه، راهو ليبيا والهواريه من اعز المياه في العالم. كي تشوف معناها جوده المياه وتترى تقول علاش ركزنا كان على حمامات وعلى نابل، وبالضغط اللي نعرفوه البيئي اللي موجود غادي. وخاصة زاد نجيو نشوفوا اللي القدرات التكنولوجية نتاع الجهة كبيرة برشا، معناها عندها دي بول تكنولوجيك، دي بول يونيفرسيتير مهمين برشا، وخاصة في الطاقات المتجددة. معناها ما تنساوش الزون اندستريال نتاع حمام شط نتاع بورصدرية، هذوكم زاد مؤهلين خاصة في التكنولوجيات الجديدة باش بتساهم بصفة مهولة في إعادة النظر في الـ في الـ في الـ الاقتصاد نتاعنا، باش تجيب لنا حاجات جديدة. نحب نضيف اللي هذا الكل ما ننساوش اللي معناها الآثار اللي موجودة غادي اللي مانيش قاعدين نستغلوا فيها. جوست باش ناخذ فكرة اللي نابل فيها نيابوليس من أكبر المدن
في الامبراطوريه الرومانيه محقوره مجهوله ماناش قاعدين نستثمروا فيها. وبيبوت اللي هي كيف كيف في حمامات كانت تسهل جماعه حمامات قام ما يعرفوش عليها حتى شيء. وذاك كالعاده ماناش نستثمروا في التاريخ نتاعنا في التراث نتاعنا ماذا بينا معناها حتى نوجهوا له سياح نتاعنا وسيرتو نثمنوه ماناش قاعدين نثمنوا فيه كما يلزم. كركوير خاصه معناها اللي هي مدينه بونيقيه ماناش قاعدين نشوفوا فيها. ولي جروت نتاع الهواريه كيف كيف ماناش نستثمروا فيها كما يلزم. ما عندناش حتى وحده سياحيه اللي هي تنجم تستقطب السياح غادي. وخاصه زاد في الهواريه ماذا بينا نعملوا لو توريزم دو بلونجي سومارين. يا ريت كان نعملوا وحدات اخرى ما تنساوش راهو فما دي مليون دو بلونجور سومارا اللي يلوجوا في لي سبوت دو بلونجي. و فوالا الى جانب اللي انت باش تقول انت جبت على جزيره جالطا في بنزرت فما زمبرا وزمبرتا زاد اللي هما جزر ممتازه. سمعت افكار والله يقولوا انه علاش هذوما ما نعملوهمش كما يعملوا في دبي. هما يصنعوا اصل جزر كاريمون ويعملوا كما المنتجعات السياحيه الفخمه جدا 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 اللي تستقطب كبار رؤوس الاموال واللي حتى يشري غادي فيلا ولا يشري منتجع وكذا وتتباع بالاف الملايين الدولارات. معناها علاش ما فكروش فيها مثلا؟ الحلم هذا يمكن يتحقق بجلب استثمارات خارجيه في تونس. صعيب برشا باش تلقى رؤوس اموال كبار اللي اذا كان كما قلت قبيله أكل شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هذيك الإمكانية الوحيدة تبقى واردة. ولكن على أرض الواقع فما صعوبات كبيرة. أما كان نعرف كيفاش نجلبوا ونسوقوا الخيرات والثروات اللي عنا في تونس والأماكن هذه التاريخية والسياحية أنا نأكد لك نجيب مستثمرين أجانب ينجموا يخلقوا المعجزات لهنا. نابل أنا تحدثت أنتم مع الواد وحنا مشينا كلنا ونعرفوا قيمة الشواطئ في نابل لأن المعمورة مثلا كرتواش الشاطئ نتاعها حاجة رائعة. قليبية بتبيع هذيك حدث ولا حرج وبتبيع السياحة الاستشفائية في قربس باش تمشي معناها للمعالجة وفي نفس الوقت للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والهواء النقي وخطوة على تونس. هذاك علاش الحقيقة نابل خذت شوط كبير في الجانب السياحي نتاعها. على طول 180 كيلومتر السياحة طول السواحل نتاع نابل. الحمامات بصفة خاصة حوالي 135 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تقدر ب 49 ألف سرير. هذه الحمامات برك معناها كبيرة. قطاع الصناعات التقليدية حدث على حرج نعرف احنا السوق متاع نابل وكالإبداعات متاع الصناعة الزخرفة الإبداعات الموجودة فيها الفخار الخزف الفني الزربية النحاس الجلد النقش على النحاس الألياف النباتية البلور هذه من جملة الصناعات التقليدية اللي تمتاز بها ولاية نابل. كما يتميز النسيج الاقتصادي بالتنوع والاندماجية. ذكرت أنتم الفلاحة اللي هي 4% فقط من الفلاحة و15 ولكن المنتوجات اللي معروفة بها نابل الطماطم الفلفل القوارص وما أدراك من القوارص التوابل والكروم والفراولة هذوما منتوجات فلاحية كبيرة في نابل. شوف السياحة كنا نحكيه حاجة كبيرة برشا. الفلاحة كيف كيف الصناعة 602 مؤسسة صناعية في نابل. في نابل أي ما يمثل 11.8% من عدد المؤسسات الصناعية الوطنية في نابل برك 11.8 وخاصة في مجالات معناها محددة النسيج والملابس والبناء والخزف والصناعات الميكانيكية والكهربائية بالتوازي مع اللي كنا نحكيه عليه توا يمثل القطلب التكنولوجي تعرض له توسمها ببرج السدرية مقوم هام ودعامة لتطوير طرق وأساليب الإنتاج وتحسين الإنتاج خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبيوتكنولوجيا إضافة إلى المؤسسات الجامعية ومخابر البحث العلمي المتعددة بالولاية. وبالتالي الحقيقة تزخر بكل الخيرات حاجة برك ولاية نابل تقعد نقصتها أي دعوة للمسؤولين في ولاية نابل. لم يكن لها دائما فريق كرة قدم في الرابطة الأولى وهي عندها كل المؤهلات الحقيقة. لكن عندك كرة اليد عندك كرة اليد وكرة السلة نعم والفولي بول في القليبيا في قليبيا فريق أي كرة طايرة في قليبيا كرة السلة في نابل كرة اليد في وقت من الأوقات أي موافق كرة اليد في وقت من الأوقات خذت المشعل بعدها كرة السلة ولكن كرة القدم الحقيقة تبقى نقطة ضعف بالنسبة لولاية نابل. وعندك زاد بالله الطريقة الرابطة بين نابل وقليبيا اللي التوى
فيه مشاكل كبيرة وعجزوا باش يظل لي باش يعملوه طريق سيارة، لأنه فما مشاكل كبيرة من عرش مع الأراضي ومع السوناد ومع ستاك. ولا دوبل فوا هو ديجا. أي دوبل فوا. ردوه دوبل فوا كانوا طريق سيارة المحل. أي. وما نساوش زادة تلاسو ثيرابي اللي هي معناها تونس راهو ثاني مرتبة في العالمية في التلاسو ثيرابي. ونابل راهي الخصوصيات نتاعها هي فكر خربت علي انا تجمع بيد اي فوالا ايوه الاشكاليه زاد نابل فما ضغط كبير توا احنا معنا اخينا من المتزاير كي يجيو عندنا اشكاليه كبيره. تحكي في الصيف ولا على طول العام؟ في الصيف وعلى طول العام عندنا اجاليه ايطاليه قاعده تسكن عندنا، عندنا الاخينا كي يجيو يكريو فهمتني معناها، عندنا لي ميزون دوت ولي جيتريرو هذوك اللي قاعدين لازمنا نستثمر فيهم، لازمنا ندخلوهم في الاقتصاد الشفاف، هذا الكل لازمنا ننظروا له على خاطر فما قدرات كبرى، لازمنا نعملوا ان توريزم الترناتيف زينا من الوحدات السياحيه التقليديه، لازمنا ندخلوا في السياحه هذه الفلاحيه والسياحه نتاع لي ميزون دوت اللي فيها معناها طلب كبير. ما تنساوش اليوم عندنا حاجه اللي هي مش تمثل اشكاليه، هي اير بي ان بي اللي الناس تو اللي معناها تكري من الغادي الغادي ها معناها تو كل شيء ولا للكراء هذاك لازمها قطاع لازم يتنظم ولازمنا نطوروا فيه سورتو فما طلب كبير مع عنده خيانة الجزائريه وخيانة الليبيه كي يجيو والناس اللي جايين من الخارج. لي ميزون دو تراو هي انت جبت عليها مشروع او قطاع واعد بالكدا 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 ويطور ياسر السياحه الريفيه في كثير من المناطق، مش في نابل فقط، نابل في بازارت في قصرين في باجه في سيرنا، حتى كل المناطق الداخليه لازمنا نشجعوه وناكلوا خاطر العباد يحبوا يكتشفوا توا من شكل المناطق التقليديه الرمال الذهبيه وكذا، تدخل الغابات تدخل معناها في عمق البلاد التونسيه في المناطق توا نحكيو في نابل كما معناها بعض المناطق الهوارية معناها تلقى أنت المعمورة دار شعبان دار شعبان هذوما اسمها اللي بين تونس وواحد في سليانة زادة اي لا عاد سليانة حد ولا حرج سليانة حد ولا حرج هذيك أنا نأكد لك مناطق داخلية أنا فما شكون يفدلك يقول لي أنا شفت في كسرك الشلالات نتاع المياه روعة 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 لا ولا بالحق وبالتالي حاجات بالحق ممتازة هذيك النجم نثمنها أكثر ولكن آخر حاجة اللي تقول لي أنت نقطة هامة مثلا نابل أنا نقول لك إنتاج القوارص نزيد ونأكدوا عليه خاطر وقت ما يعطيش ربي خيره فما مشكلة بالنسبة للمياه أنا نقول لازمنا نفكروا نلقاو طريقة هوني لازم نقفوا مع الفلاح لان الفلاح السقويه فما برشا فلاحه ماله. صارت لهم مشاكل كبيره ماله 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 وذاك علاش نحب ناكد المائيه في خطر في خطر فوالا وذاك علاش نحب ناكد على انتاج القوارص انا في جهه نابل بالخصوص هي تتميز به وان شاء الله كان نلقاو طريقه نتاعك معناها بال كيفاش امور سقويه تولي ما نقعدوش كان تحت رحمه الامطار وقت يبدا فما سنه جافه أبار ولا من السدود من الشمال وإن شاء الله يعطي خيره للمحافظة على إنتاج هام هو إنتاج القوارص في جهة نابل. الملف أولوية بالنسبة لك شنو إيجاز؟ الأولوية هي المياه نتاع المنطقة هذيك في خطر معناها توا معناها الأبار حفرنا برشا أبار ولا زون روج الكبون فهمتني اللي هي باش تكون عندها انعكاس خطير وخطير جدا على الفلاحة نتاعنا ما تنساش رانا احنا بعض المنتوج ننجو هنا ونشيحوه ونصدروه والتلوث اونكور اون فوا ما تنساوش اللي لي زون هوميد في الجهه هذيك سون دونجي معناها المناطق معناها الرطبه في خطر وهذاك الكل معناها فما توازن بيئي لازم نحافظ عليه ويا ريت الشطوط هذه الذهبيه معناها بخلاف نستغلوهم نعملوا لي ميزون دوت ونعملوا بيئه معناها مثلا تجي الميزون دوت تعمل سيركوي كامل اللي يبيع الطابونه اللي يبيع الفريكاسي اللي يبيع البامبالوني اللي يبيع الزهر اللي يبيع كاك الورقه اللي يعمل كانوي كاياك اللي يعمل معناها ما تعملوش ميزون دوت برك نعملوا له سيركوي كامل بيئه كامله دايره بيه خاطر هو جاي باش يذوق حتى اللي طيب الكسكسي ماذا بينا الكسكسي نتاعنا رجعوه في تونس راهو عندنا معناها الناس جاي باش تاكل الماكله التقليديه الماكله التقليديه نتاعنا نجم نثمنوها مخير هذايا ماذا بينا لي ميزون دوت يعملوا بيئه كامله حولهم باش مش ندخل انا باش نسكن برك في نزل ولا برك بيعوا المرافق الصغيره هذه لكن تنجم تشغل وسقطو تعرف تونس ومنتوش تونس. شكرا لك شكرا لك ماهر قعيده شكرا لك محمد صالح العاير تفضل كلمه اخيره كلمه اخيره بايجاز تونس هي كما قلنا معناها منطقه سياحيه
فما معناها عندنا الحقيقه قامات كبيره في التاريخ التونسي، او تعرف الفيلم تو يعملوا فيها امريكا على حنا بعد، هذا من جهه. العلامه فما تونسي زاد العلامه ابن خلدون من جهه اخرى، هذوما شخصيات كبيره بارزه في العالم نعرفوا بها من الارض هذه ارض معطاء، وان شاء الله نزيد نعرفوا بها اكثر باش تاخذوا حظوه كبيره في العالم. شكرا لك حسن العيري، نخليكم مع الاخبار ونتقابلوا ان شاء الله نهار ثاني. الى اللقاء.